فيه خط آخر، خط ثالث يربط ما بين ساحة الشهداء إلى طالب عبد الرحمن ثم إلى تريولي. هذا رايحين ننطلقوا فيه إن شاء الله، ننطلقوا فيه إن شاء الله. الإمكانيات المالية مرصودة كذلك، المؤسسة واجدة. أما فير ديل إبراهيم سوف إن شاء الله حسب من السنة الجاية إن شاء الله نشوفه.